السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ واليوم راح نطلع سفرة غير شكل، ما طالعيها قبل، أول مرة أروح لها. هاي شموسة. راح نروح مكان بأعلى جبل بسامسونج، طبعا جبل علوة فتشي كلش عالي، شوفوا من هنا يبين طبعا، والخوف طبعا كلش فول. ما كنت متوقعة هيك، يعني من طلعت، من قالوا لي على السفرة هاي، قالوا لي وين راح نروح، قالوا لي هنا أنا قريب، ما قالوا لي هيك يعني فوق جبل، مو أي جبل، يعني فد علو كلش عالي كلش عالي. شوفوا من هنا يبين طبعا، شوفوا نشوف سامسونج كليتها، ونشوف الجبال كلها جوانه، يعني ارتفاعها مو طبيعي، يعني صدق مخيف. بس شنو المناظر، يعني ما اقول لكم، فد شي مو طبيعي كلش حلوه ما شاء الله. الخضار والجبال عن عباره، شوفوها يعني عباره عن لون غامق، لان كلها غابات مو زرع، لا غابات. وصلنا هنا، هو المكان اللي احنا يعني متعني له، جو حلو، هو طبعا كلش حلو، بس شنو شبعت هبطات، يعني كل ساعية هبطة، لان الشارع اللي صاعد على الجبل سايد واحد. هسه احنا راح وصلنا، راح نوقف السيارة. هاي نورسين دمرة الجامة بالما ادري الشاي اللي كان حلوة تنسل، ما اعرف شنو، باعوا الخضار ما شاء الله، فتشي خيالي طبعا كلش حلو. والجو رهيب، اعتيادي من يصير جبل وارتفاعه مو طبيعي وكلها غابات عبارة عن اشجار، واضافة الى مي، سبحانك يا الهي، المي باعلى الجبل. واني سام يعني احنا سامعين بهذا المكان، بس ما جاينا قبل وما نعرف تفاصيل عليه، بس من اجينا تفاجئنا اولا بالارتفاع الجبل اللي ما كنت متخيله انه هالقد مرتفع، وهالقد الشارع مالته يخوف. احنا عندنا هناك باربيل، يمكن اذا سامعين بي 14 لوفة هيك، يعني بي شوارع فتنا بيها كلش خطره وتخوف. هو نفسه اللي جينا عليه هو شلال، ما كنا متخيلين انه بهالوضعية هاي، لان هو فوق يعني مرتفع اعلى ارتفاع الجبل، بس من نوصل شوف يعني هي نزلاتها قوية، نزلة لازم ننزلها، ما مدخلين الحكومة مثلا مهيئين كأنه شيء سياحي، لا شيء طبيعي. لحد الان اي تدخل من الحكومة او من جهات يعني مختصة مثل بالسياحة هاي الأماكن ماكو أي تدخل بعده، فلاقينا صعوبة بالنزلة للشلال أو للنهر اللي أدي للشلال، نوصل للشلال مشي طبعا مسافة. وشوفوا إحنا بنعبر، يعني نعبر يلا نجي نوصل. وصلنا طبعا اول مرة كان جروبات كلها شبابية، فانتظرت ما صورت الى ان خفت الناس، راحت الجروبات الشبابية، بقوا بس عوائل، وكمل التصوير من راحوا حتى العوائل، فد منظر سبحانك يا ربي كلش حلو. وصار بينا موقف، هاي شموسة حبيبة قلبي ونورسين، شوفوا الشلال سبحان الله كأنه جبل منشق ومتكون هذا الشلال، هاي المكان، هذا المكان شوفوا يعني من باوع الجهتين، كأنه يعني هو كأنه كان يعني أرض مستوية ومنشق، شوفوا بس هذا ارتفاعه كلش عالي، يعني هو ما يبين يمكن من هنا، شوفوا هذا نزلة زنالة يعني، بس مو منا شوية مسافة مشي يلا وصلنا لهذا الشلال. كله حجر سبحانك يا ربي. شوف هذا، شوف الناس بالنسبة للمكان شقد عالي هو.
حلو كلش حلو. ورغم يعني صعوبة مكانه يعني وعلوه، بس الناس تجي يعني هواي، عوائل سيارات وجروبات كلش هواية. احنا انتظرنا لحد ما خف، تقريبا مغربية هسه، بس شوفوا شون حلو الموقف الظريف يعني صار بينا. احنا فرشنا هنا، ما صورت لان مطرت، فرشنا وخلينا الفحم ودنشوي وكملنا شوي دناكل، ومطرت الدنيا علينا. فاحنا ناس كلها كانت موجودة، فاحنا بعد ولا تحركنا، بقينا كملنا اكلنا حسب الاصول ولمينا غراضنا، خلينا على الجهة وكملنا، لان هو ما بقى ما استمر المطر، بس من كنا يعني من كنا قاعدين ناكل مطرت علينا. فكان كلش حلو الموقف، بس ما قدرت اتصور لان يعني بدنا ناكل احنا. شوفوا الشلال فتشي مو طبيعي، كلش حلو. هي سامسون بيها يعني كلش هواية مناطق هيجي سياحية اكو، واكثرها اللي على الجبال، ما اي تدخلات ما بيها من الحكومة او من وزارة السياحة. طبعا المي الثلج خلينا رقية بيه، صارت كلش باردة، لان هو اصلا يعني من اعتقد من الثلوج اللي على الجبل اللي كانت موجودة، او زائدا عيون مال مي نابعة من على الجبل. وهسه تشوفون سبحان الله القاع كلها عبارة عن صخر ومي صافي، وتونسنا وحلو برودة. وهسه طلعنا، الطلعة مالتنا كانت شوية صعبة، هسه خلصنا منها، قعدنا نستراح لان كان انحدار كلش قوي. صعدنا هو هذا الانحدار، شوفوا هو الشلال كأنه صاير بوادي، يعني بين جبلين، يعني منا جبل ومنا جبل، سبحان الله. فانحدارة كلش قوي وصعبة، النزلة مالته كانت كلش صعبة، وصعدها من نفس الشي، لان خاف نزلق مثل رجلنا تنزلق او شي. شوف ذولاك واقفين كأنه على ارض مستوية، عندهم كلش طبيعي هم الاتراك، يعني لو قد ما يكون الانحدار عادي عندهم، هم عايشين بهيجي اجواء وهذي، فاعتيادي يعني متعلمين. وهسه هذا الطريق الرجعة، وقفنا نصور نشوف الجبال اللي بصفنا، طبعا هي مغربية مو كلش واضح. جبال سبحان الله يعني عبارة عن لون مو أخضر، زيتوني من كثرة الغابات اللي عليها. وهذه شوفوا القرى اللي هاي، جبال بصفنا مو أرض، يعني مو مستوى البحر، لا ارتفاعها كلش يعني قوي. فهسه أصور لكم، كل ما ننزل شوية أصور لكم. حلو، شوفوا هذه المدينة، مدينتنا سامسون. نشوفها هاي، نشوفه احنا مو هذا اللي الساحل، لا نشوفه هذا اللي على الجبال، نشوف اللي على الجبال ذاك البحر. وشوف كأنه نشوفها ارض، يعني نشوفها كأنه هم بالقاع، هم هذا، لا هذا هي كلها عبارة عن جبال، هاي البنايات والمدينة على الجبال، بس نشوفها كأنه، شوف من كثر العلو اللي احنا بيه، نشوفهم يعني كأنهم هو البحر. وهذا بحر، طبعا البحر كلش حلو. هاي المدينة اللي نشوفها اللي عجبن، بظهرها تصير مناطقنا اللي هي مناطق الساحل، الأرض المستوية اللي قلنا عليها، يعني ما بيها ارتفاع. وكانت يعني سفرة حلوة، تونسنا، وان شاء الله انتم هم عجبكم الفيديو. واحنا هم راح نوصل قريبين، شوفوا البنايات اللي كنا نشوفها من فوق، هي هاي هنا على الجبل. فاحنا ايش راح يصير طريقنا؟ نعبر الجبال هذا حتى نروح لمنطقتنا اللي هي على الساحل. وان شاء الله عجبكم انتم هم الفيديو. شوفي الحوحو، شو شو
هذا الحوحو. خضار فد شي مو طبيعي. الطريق كله حلو طبعا، هو كله حلو، مو لان جبل وان بحر، لا فد شي يعني خضار مو طبيعي. وعبرنا صعدنا الجبل دا نشوف هذا الساحل، هاي المناطق الساحلية مالتنا احنا دا نعبرها. يا رب اعجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك. باي، احبكم.